مهدي، السلام عليكم. سلام، صحة رمضان. الله يسلمك، صحة رمضانكم وصحة فطوركم و... الله يخليك. بون، حاجة بلانية، شحال عمرك دوكا مهدي طبيب؟ 23. قلنا وقتاش بديت تصوم؟ كي كنت في عمري 8 سنين هكذاك صمت خطره نص نهار. ما دام بديت تلحقت من 11 سنه بديت نصوم. تما لا بريمير فوا اللي صمت رمضان كونفليك 11 سنه. صح، قول لي البلا بريفيري تاعك في رمضان شنو؟ بيان سور البلا اللي نحبو بزاف في رمضان هو متوم. شنو هو البلا لي امبوسيبل ما يكونش في رمضان؟ البلا لي لازم يكون في رمضان لازم تكون شطيطحه. انا ما نشوفش شطيطحه نوض. صح، قول لي، تشرط في الماكله؟ لا ما شرطش شي حاجه. صح، دوك نشوفوا الا تشرط ولا ما تشرطش. انت واش بريفيري، في اللحم غنمي ولا البقري؟ ليدو ما عندي حاجه. قول لي واش بريفيري، غازوز ولا جو؟ بون، غازوز ما نشربش بزاف، ميم جو ما نشربوش بزاف، انا بريفيري الماء خير. صح، قول لي نتايا زلابيه ولا قلب اللوز؟ هادو في زوج. لا لازم مور التراويح، لازم نجوز ناكل هادو. صح، تروح للبوفيريك تجيب زلابيه؟ بيان سور، دي فوا نروح نشري شربات ونشري زلابيه بوفيريك. صح، قول لي كيما يقولوا بون شهر رمضان كيما معروف شهر التوبة المغفرة شهر العبادة، اسكو نتايا مزير روحك في رمضان في الصلاة ولا لا؟ بيان سور تصلي في وقتها ولا لا؟ بيان سور صلات في وقتها في رمضان، وين الصلاة قادك في وقتها ونصليها في الجامع، وين نصلي التراويح تاني تمر الفطور نروح نصلي التراويح. بيان سور وين نصليهم قاعدتك الحمد لله، وين شهر رمضان شهر اللي ربي يغفر كاع للناس وتاني شهر تاع المغفره. لمن تدعي انت في الصلاه في التراويح، ولا شكون لا بيرسون اللي دائما تدعي؟ بيان سور ندعي بزاف للوالده باسكو هي اللي كبرتني ورباتني وهي اللي تعبت عليا بزاف وين باش لحقت انا هكذا، نشكرها بزاف الوالده هي الصح. ربي يخليها لك ان شاء الله. صح، قول لي شنو هما هي الامور اللي تقلقك عند لي زالجيريان في رمضان؟ كنشوفهم مقلقين. علاش؟ واش صح، واش النصيحه على الفلان؟ بيان سور انا كي تخرج في رمضان تشوف الناس في برا مقلقين، هادي يعيط على هذا، ودي فوا تلقاهم يتضاربوا. شغل نورمالمون حنا في رمضان في الجزائر نورمالمون شغل حنا وين يكون لومبيونس وين الناس تخرج لبرا تشري، وين شغل الناس نورمالمون ما يتقلقوش باسكو هذا رمضان وين نصوموه خطره في العام، وين كبابة العام تجوزو كبابة العام الجاي ما تجوزوش، هادي كلش مكتوب تاع ربي. صافيك حنا لازم نزهاو في هاد شهر رمضان وين نضحكو وين ما نضربوش ما نتقلقوش، وين نصومو بصحة ولهنا، وين ربي يغفر لنا، وين مهدي قول لي انت يا نرفي في رمضان؟ نو ما ماشي منعرفي، ما يغلبنيش بزاف. صح، قول لي انت يا في الوقت الفيد تاعك واش دير؟ بيان سور انا في رمضان انا نرقد حتى ل 11 ونص 12 وين نوض نصلي نعاود نولي حتى للدار من نريح حتى للعصر، نزيد نخرج من الدار نروح للعصر ثاني نصلي العصر، من العصر نخرج لبرا نريح مع ولاد حومه ندور مع ولاد حومه، وين هو عندي الوقت هذاك عندي من العصر حتى المغرب يعني اللي يحكمني الفيد فيه اللي نروح نقضي نشري كلش حوانت كاع نتخلوهم. على نهار فطرت فيه بالعاني
بون ما كاش نهار اللي فطرت فيه. لا يا بالك ماتش بالك عييت غلطت شربت ماك شافي على النهار فطرت به. بيان سور نشفى على خطره نهار وين كانوا كنا لي تيست في رمضان ديسبيتمو وين ديسبيتيت في ليكيب هذيك في نورمالمون في الحراش كنت صغير. كي ديسبيتيت في رمضان كانت سخانه وانا كنت صغير. والناس كانوا كاش الدراري يشربوا في سيار صغار. وانا قال لي صاحبي قال لي غير صاحبي وانا ما قدرتش وليت حمر وزدت شغل تنصلع داق فيا النفس وليت ما نقدرش نريسبيري مليح. رحت عند هذاك لونطرينو قلت له شي قلت له ماهيش نحصاي قلت له قلبي ويخبط مليح منا وين المدرب هذاك قال لي لازم تشرب قال لي ما تقدرش قال لي باسكو انت ريحه داك ما يصرالك وين ربي يغفر لي وين شربت رحت للعين وين شربت وين عاود حيت تما لي عاود حيت هذيك الضربه خلاص ديسبيت مو وليت ما نقدرش صما دوين كبرت صاي وين وليت نقدر وليت خلاص وليت نعرف الدين باسكو كنا صغار كنا ما نعرفوش كنا دي فوا نروحو نتخبو في كاش بلاصه ناكلو ونشربو ما يشوفوناش الناس مي الحمد لله دوكا كي كبرنا وعرفنا الدين وعرفنا كاع هاد العفايس الحمد لله يا ربي والحمد لله رانا نصومو بالصحه ولهنا وربي يغفر لنا وان شاء الله يغفر كاع الامه المسلمه ان شاء الله. تجري شويه في المونتير بيان سور انا نونطريني و لا بالطوموبيل اسكو تصد راكو نو بالطوموبيل ما نجريش بزاف باسكو الناس كاع مقلقين في رمضان صافي كنت تجري طيح في واحد مقلق تقيس ولا يقيسك صافي كيزيد يقلقك وانت تزيد تقلق الناس صافي كيشوفوك الناس تجري هكذاك وين الناس كباب يدعي عليك يشوفك كاش واحد دست عليه هكذاك ولا كباب يدعي عليك وين نورمال وين في رمضان نقول لهم ما يجروش للناس الشعب الجزائري قالك ما يجروش باسكو كي تلحق دقيقه روطار ولا بنص ساعه افونس كيف هي تلحق دقيقه ولا كيف صافي انت تمشي بالعقلك خير لي بروغرام تاع التلفزيون اللي كتبع فيهم بيان سور انا كي نفطر لازم نشوف الهداف ونشوف ثاني النهار اللي راهم يديروا تاع لي جوار كاميرا كاشي بيان سور وين انا قبل رمضان كنت نعس روحي مليح وين في الكاميرات كاميرا كاشي هذيك كنت نقول بزاف كنت نقول ان شاء الله ما يحكمونيش كاش كاميرا كاشي باسكو انا مبلي نتقلق بزاف واحد كي بروفوكيني صافي كان مبلي كان بروفوكيني كاش واحد مبلي نتقلق هاك ما نقدرش نحكم روحي الحمد لله انا وين ما حكمونيش شنو راني نضحك ثاني على هادو اللي يحكمهم ثاني الكاميرا كاشي هذا وين راني نشوف بزاف لي جوار اللي تقلقوا وراني نشوف لي ضرب كاميرا ولي لي ضرب فرملي ولي ضرب طبيب وراني نشوف بزاف قول لي شكون لي زونطرينور اللي خدمت معاهم منرفين بزاف بيان سور انا نعرف لونطرينور اللي منرفي بزاف راشد بوعراطه منرفي بيان سور هو اللي منرفي بزاف ومقلق و... بيان سور نشكر كاع الانصار تاع مولوديه بيجايا ونشكر ثاني ليكيب مولوديه بيجايا ونشكر ثاني الوالده اللي وقفت معايا ونشكر ثاني لا فامي قادري بزاف قاعدك ونزيد نشكر انس وليد اختي اللي هو صغير يحب بزاف مولوديه بيجايا وثاني نشكر ثاني لا فامي قادري ونشكر ثاني لا فامي لارباس بزاف اللي هما ثاني تزادوا وقفوا معايا وعاونوني ونشكرهم بزاف ونقول لهم صحه رمضانكم وان شاء الله تصوموا بالصحه ولهنا ونزيد نشكر ثاني تحومتي بزاف تي قصرين ونقول لهم صحه رمضانكم قايتك وصحه فطوركم